إذن السفيرة البريطانية في ليبيا باتت شخصا غير مرغوب فيه، هذا ما أعلنه البرلمان الليبي والذي قال أنه سيطلب من السفيرة مغادرة البلاد. هذا التطور يأتي بعد حالة من الجدل التي أثارها بيان ورسالة نشرها موقع السفارة البريطانية في ليبيا على تويتر، واللي أكدت فيها اعترافها بالحكومة المؤقتة، حكومة الوحدة الوطنية، باعتبارها السلطة المكلفة بتسيير البلاد إلى حين تسليمها السلطات إلى حكومة وهيئة منتخبة، لتعود بعد ذلك السفارة وتتراجع بعدها وتصدر بيان بالأمس أكدت فيه التزامها بالعملية السياسية الجارية في البلاد، وكذلك إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة، ودعمها لمجلس النواب من أجل جمع كل الأطراف لتحديد الصيغة والخريطة الطريق لاحقا. هذا في وقت شددت على أن لندن لا تدعم أي طرف بعينه، لكنها أبدت مساندتها لدعوة مجلس النواب كما أكدنا على ذلك. عموما هذا الموضوع هو ما سنناقشه مع ضيوفنا بشكل عام، ولكن قبل ذلك دعونا نتوقف مع هذا الفيديو ونعود. فيما يتعلق بالتصريحات التي صدرت عن سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا والتي لاقت استهجانا شعبيا واسعا واعتبرت انتهاكا لسيادة ليبيا وتدخل في الشأن الداخلي الليبي، قرر المجلس باعتبار سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا شخصية غير مرغوب فيها، وسيتم اختار وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة واخطار الجهات المعنية بالخصوص. وينضم إلينا من طبرق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق. أستاذ عبد الله مرحبا بك معنا. بداية يعني استمعنا لتصريحاتك في المقطع السابق، ولكن أريد أن أستوضح منك أكثر عن حيثيات طرح هذا الموضوع على جلسة الاثنين في مجلس النواب واتخاذ القرار فيها، علما أنه السفارة تراجعت عن موقفها في بيان للأمس وأعربت عن دعمها لمجلس النواب. نعم، مساء الخير لك ولكل السادة المشاهدين الكرام. طبعا هذه التصريحات التي صدرت السفيرة المملكة المتحدة في ليبيا لاقت استهجان واستنكار على سواء على المستوى الرسمي او حتى على المستوى الشعبي، اثارت يعني جدلا كبيرا وغضب من كل ابناء الشعب الليبي. لذلك اليوم مجلس النواب بعد تقديم طلب بهذا الصدد بإصدار مثل هذا القرار بعد تقديمه من قبل 10 نواب وفقا للائحة الداخلية في مجلس النواب، بالفعل تم التصويت على اعتبار ممثلة أو المملكة المتحدة لدى ليبيا كشخصية غير مرغوب فيها، ووفقا للقرار أيضا سينص في مادته الثانية على وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. لأن هذا كان يتعلق أيضا بنقطة الخارجية وحكومة الحالية، الحكومة تصريف الأعمال، يعني لأن بعض الأصوات كانت في ليبيا تدعو الحكومة للتصرف بناء على هذا البيان. هنا يعني إعلان السفيرة غير مرغوب فيها يدخل في صلاحيات مجلس النواب الليبي؟ نعم نعم، وفقا للإعلان الدستوري يدخل ضمن صلاحيات مجلس النواب الليبي، ولذلك تم اتخاذ القرار وفقا للإعلان الدستوري. ويعني مثل ما أسلفت ذكرا، يعني هذه التصريحات ربما حتى في مسألة تراجع عنها بشكل كلي، وتحديدا يعني التصريحات التي صدرت عن السفيرة يعني تمثل خرقا للقانون الدولي فيما يتعلق الدبلوماسية بين الدول، ناهيك عن انتهاك سيادة ليبيا عندما تتحدث عن بقاء حكومة أو مغادرة حكومة. هذا أمر ليست معنية به أي بعثة دبلوماسية لدى ليبيا، أمر معني به الشعب الليبي ومعني به السلطات التي انتخبها الشعب الليبي والسلطات المعنية وفقا للدستور. فلذلك كان الأمر غير مقبول سواء على المستوى الرسمي أو حتى على المستوى الشيء مثل ما يعني تابع الجميع خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذه القضية أثرت حفيظة الشعب ولقت يعني غضب واسع في كل أنحاء ليبيا.
طيب أستاذ عبد الله، يعني لفت هنا أنه البيان لأثار هذا الاستنكار من السفارة البريطانية استند على بيان شركاء الخمس للقوى الغربية اللي أكد على نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية بناء على نتائج الانتخابات المقبلة. لماذا التصرف مع السفيرة البريطانية فيما هناك خمس دول أخرى أعربت عن ذات الموقف في بيان واضح بما فيها الولايات المتحدة؟ هو الموقف، يعني لغة البيان أو التصريح كانت مختلفة، يعني لم تكن واحدة، وبالتالي يعتبر هذا الأمر يعني تجاوزا وتدخلا بشكل مباشر في الشأن الليبي. طيب أستاذ عبد الله بالحق أريد يعني أن أستفيد من وجودك معنا هنا لأطرح معك فيما بعض الحيثيات اللي تطرق إليها جلسة الاثنين في مجلس النواب، خرجت بدون أي موعد، توصي بضرورة تعديل الدستور، مشاركة المجلس الأعلى للدولة، وضع خارطة الطريق. أين يأخذ هذا ليبيا؟ ومتى نتوقع يعني طرح هذه الخارطة، تحديد الموعد وفتح كذلك النقاش أو الحوار مع المجلس الأعلى؟ نعم طبعا، أعود بك وبالسادة المشاهدين إلى وقت قريب عندما أقر مؤتمر جنيف موعد 24 من ديسمبر بأنه موعد إجراء الانتخابات، وأيضا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي أعلنت بأن مستعدة لإجراء الانتخابات وبأن الظروف مواتية. كان الأمر متجه أو الأنظار متجهة صوب مجلس النواب لكي يصدر القوانين الخاصة بإجراء الانتخابات، وكان الجميع يرى بأن هذا هو العائق الوحيد أمام إجراء الانتخابات. مجلس النواب وفقا لذلك أقر وإن كان في وقت وجيه القوانين، وتم إصدار قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخابات مجلس النواب. اليوم يعني بعد أن مضى موعد 24 ديسمبر نستقبل تقارير تفيد بتعذر إجراء الانتخابات بعكس ما تم إعلان سلفا، بكل تأكيد بأن هنالك عراقيل حقيقية وتهديدات تطال العملية الانتخابية. اطلع عليها مجلس النواب اليوم سواء في تقرير المفوضية أو في تقرير اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب، أو في التقارير السرية التي لم ترفع عنها السرية الخاصة بالمخابرات الليبية وكذلك الوزارة الداخلية. هنالك مؤشرات كلها تستند على حقائق موجودة على أرض الواقع. الجميع كان يقول بأن المعرق الوحيد هو إصدار القوانين، أصدر مجلس النواب، واليوم نقف في نقطة جديدة. فمجلس النواب من خلال ما أقره في جلسة اليوم لا يريد أن يعطي الشعب الليبي يعني أوهاما بمواعيد لن تكون حقيقية، حتى في مسألة تحديد 24 من يناير القادم التي أعلنته المفوضية في بيان ولم يرد إلينا بشكل رسمي على ماذا استندت المفوضية في 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 هذا الموعد. هل بإمكان كل الأطراف الموجودة في ليبيا بما في ذلك المفوضية إذا أهل العراقيل والقوى القاهرة؟ أعتقد بأن الأمر ليس كذلك، وبالتالي هنا مجلس النواب أصدر قرار رقم 13 لسنة 2021 بتشكيل لجنة خارطة طريق لإعطاء مواعيد حقيقية وبالإمكان تنفيذها على الأمر الواقع. الشعب الليبي تطلع إلى 24 ديسمبر وكان حلما ومن حق كل الليبيين أن ينتخبون رئيسا وبرلمان جديد بكل تأكيد، خاصة في مسألة الرئاسة التي لم يحظى بها الشعب الليبي، يعني سوف تكون الأولى في تاريخ ليبيا أن ينتخب الشعب رئيسا. من حق الليبيين أن يحققوا هذا الحلم، لكن لا نريد أن يكون هنالك انتكاسة جديدة في تحديد موعد غير قابل للتنفيذ. يعني لا نريد أن يعني كل طرف يرمي في الكرة في ملعب الآخر دون ما أن تكون هنالك واقعية. فلذلك سوف تعمل لجنة البرلمانية من أجل تحقيق هذا الهدف، تحديد مواعيد بعد أن يتم الاستماع في الجلسة المقبلة لرئيس وأعضاء المفوضية حول كل ما ورد في التقارير التي عرضت اليوم، وتحديد موعد بإمكان تنفيذه، وأيضا طرح إزالة العراق والتهديدات التي منعت 24 ديسمبر. فهذا ما يأتي إليه مجلس النواب، يعني بإمكان مجلس النواب أن يصدر أو يبارك إجراء الانتخابات في 24 يناير
لكن الأمر لن يكون واقعيا ولن يتغير شيء بين 24 ديسمبر إلى 24 يناير. فلذلك لا نريد أن نعطي الشعب الليبي وعودا واهية ربما تسبب انتكاسة جديدة في حلم الليبيين في إجراء الانتخابات. فلذلك سوف يأخذ مجلس النواب كل هذه الحاجات ويعمل مع الجميع من أجل تحقيق موعد جديد بالإمكان تنفيذه وإجراء الانتخابات فيه. شكرا جزيلا لك من طبرق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، شكرا جزيلا. وسأستمر في هذا الملف وخاصة فيما يتعلق بإعلان مجلس النواب بأن السفيرة البريطانية باتت شخصا غير مرغوب فيه وإلحاق هذا لوزارة الخارجية لتتصرف على بناء عليه. سأتناول هذا الموضوع مع ضيفي من لندن الباحث في العلاقات الدولية ويليام وورد، ومن بنغازي الأكاديمي والباحث السياسي دكتور أحمد العبود. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معك أستاذ ويليام بداية. يعني رغم التراجع البريطاني عن موقفه، الموقف اللي جاء في البيان المثير للجدل، مجلس النواب أو البرلمان الليبي يتخذ هذه الخطوة، بالتالي كيف ستؤثر على الموقف البريطاني وعلى الدور البريطاني في ليبيا؟ مرحبا بكم وبكل المشاهدين في المغرب العربي تحديدا. أعتقد أنه إذا نظرنا إلى هذه العاصفة التي وقعت ستهدأ، وأنا واثق بأن مشاهديكم في بريطانيا يسعون لرؤية الليبيين يتمتعون بحقوقهم في التصويت للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأنا واثق أيضا أن كل الذين هم موجودين في وزارة الخارجية البريطانية وبعدما سمعوا حديث السفيرة البريطانية لابد أنهم قد انزعجوا، وأعتقد أنها ربما كانت تريد فقط أن تعبر عن أنها تستعجل انعقاد الانتخابات، ولكن أعتقد أن التعجيل بإجراء الانتخابات وعقدها في 24 من ديسمبر يعني أن الانتخابات تجرى في ظروف لا يوافق عليها البرلمان الانتقالي وعدد من الأطراف، وكذلك هذا الأمر كان يدركه العديد من القوى. وأعتقد أن العراقيل الآن يتم التعامل معها بمنطق تقديم التنازلات، وخصوصا أن هناك وزراء من دول أخرى خصوصا إيطاليا وفرنسا وألمانيا وأمريكا أيضا عبر ريتشارد نولان كلهم أوضحوا هذا الأمر أن هناك عراقيل في الطريق وأنه يجب تجاوزها. القضية الأساسية هي أن يكون هناك أسباب واقعية ومعايير تفضي إلى قبول المرشح الذي سيفوز بالرئاسيات. هناك 99 مرشحا بما في ذلك عبد الحميد دبيبة الذي وعد بأنه سيقبل النتائج كيفما تكون، وبطبيعة الحال هناك له تأثير وباعتباره موجود في السلطة في الوقت الحالي. دكتور أحمد، يعني قبل أن أستقر في الموقف والعراقيل، يعني أنا كنت قد سألت الأستاذ بليحق قبل هذه المقابلة وهذا الحوار أنه الدول الخمس والقوى الغربية في بيانها الخماسي عبرت عن نفس المستوى، لكن التحرك كان بحق السفيرة البريطانية ورد الفعل الأكثر. هو قال مسألة الأسلوب والنبرة، نبرة البيان نفسه، ولكن فيما يتعلق بالسلطة الانتقالية وتسليمها للسلطة خوفا من كيانات وحكومات موازية، ألا يعكس نوع من المواقف الدولية الغربية إزاء وقع الحال في ليبيا؟ مساء الخير، تحية لك ولضيفك من لندن. السؤال مركب حقيقة، ولكن
يعني ليست النبرة فقط، لأن لكون أن البيان الدول الخمسة وضع أيضا إشارات حمراء على أداء السيد عبد الحميد بيبة، وخيرهما بين الاستمرار في سباق الانتخابات وعدم توظيف منصب رئيس الحكومة لخدمة أهداف شعبوية لها علاقة بالانتخابات. لهذا كان البيان مقبولا من الدول الخمس ومرفوضا من السيدة السفيرة البريطانية في ليبيا، لكون أنه انخرط مباشرة في دعم الحكومة دون أن يسمي الإشكاليات التي جعلت المفوضية العليا للانتخابات في مأزق، وجعلت أيضا البرلمان لا يتردد في اعتبار بأن هذه اللغة وهذا النص تدخلا سافرا في السياسة الخارجية، في السياسة الداخلية الليبية، وفي قرار تشريعي له علاقة بمراجعة الاستحقاقات الجديدة وخارطة الطريق التي تعهد المجتمع الدولي بما فيهم بريطانيا بدعمه، فدعمت الشق الأول من هذه الخارطة، وهو إنتاج سلطة تنفيذية جديدة أنتجت مجلسا رئاسيا على رأس السيد محمد المنفي وحكومة على رأسها السيد عبد الحميد بيبة، ولم تنفذ باقي الاستحقاقات الموجودة في خارطة الطريق، وعلى رأسها تاريخ 24 ديسمبر تاريخ الانتخابات الرئاسية التي انبرى مجلس النواب في وضع حلول بعد أن حاول مس الدولة مرارا وتكرارا، وحكومة السيد عبد الحميد بيبة التي أسكمت رائحة فسادها الأنوف. وأنا هنا أستخدم نفس العبارة التي استخدمها السيد المترشح للانتخابات الرئاسية السيد فتحي بشاغة. لهذا كان قرار مجلس النواب اليوم في هذه الرسالة القوية التي بعث بها لوزارة الخارجية والتي اعتبر فيها السيدة السفيرة شخصية غير مرغوب فيها للعمل في وزارة الخارجية. السياسة البريطانية والمواقف البريطانية المتكررة هي التي سوف تنتج مزيدا من هذه السياسة العنيفة تجاه المملكة المتحدة التي نعتبرها في ليبيا شريكة من الشركاء الاستراتيجيين لليبيا، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى مكافحة الإرهاب أو على المستوى الدعم للمراحل الانتقالية. أنا لا أعتقد بأن هذا السلوك وهذا الانخراط الغير إيجابي يرضي حتى الساسة البريطانيين، يعني الليبيين لازال في وجدانهم ومجلس النواب تلك الزيارة التي قام بها بوريس جونسون عندما كان وزير الخارجية البريطاني، وكانت مقدمة لانفتاح بريطانيا على جميع الأطراف دون أن تكون السياسة البريطانية منحازة لطرف دون طرف. ولكن الكثير تغير من حينها إلى يومنا هذا، وهنا سأحيل هذه النقطة للأستاذ ويليام، يعني حتى في انتقاداته مع عدد كبير من المحللين والمتعاطين مع هذا الجدال أشاروا إلى أن بريطانيا أصلا وأساسا دورها بات غير مؤثر في الملف الليبي، هذا إلى اتهامات بما فيها من إعلام بريطاني الجارديان على سبيل المثال في مقالات تؤكد على تورط بريطانيا مع الفساد ودعم الفساد ورجالات الفساد في ليبيا. أليس من شأن هذا أن يقوض الدور البريطاني أو حتى لاحقا ومصالحها في ليبيا؟ إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة بأن الحكومة البريطانية تواطأت لمصلحتها مع أشخاص فاسدين في ليبيا، فهذا سيكون له أثر سيء على سمعة بريطانيا في ليبيا، لكن لا أعتقد أن هذا هو الحال. سبب هذه المشكلة بعد هذا التصريح هو تحديد موعد للانتخابات حتى يكون هناك نتائج منصفة وحتى يكون هناك مرشحون فائزون موثوقون ومنصفون، لأنه قد يكون الأمر يتعلق بسيف الإسلام القذافي أو عبد الحميد الدبيبة، أو قد يكون مرشحا آخر مثل المشير خليفة حفتر. هؤلاء أشخاص جدليون وأنتم تعرفون ذلك، ومن غير الوارد جدا أن أحدا من هؤلاء الثلاثة قد يكونون قادرين على جلب أي وحدة لليبيا أو هدوء للأمة الليبية وشعبها. نعم سيد ويليام،
وأود أن أقول إنكم تحدثتم عن الدول الخمسة، الدول الغربية الخمسة، لكن في ليبيا هناك ميليشيا روسية فاغنر تعمل عن كثب. للأسف لديها اتفاق مع الحكومة الروسية. شكرا جزيلا لك من لندن الباحث في العلاقات الدولية ويليام وورد، من بنغازي الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور أحمد العبود.